منتشر في مدغشقر عبادة الجن. عبادة الجن، يعبدون الجن. كيف؟ عن طريق وسيط من الإنس. أنا مثلا عندي مريض، وهم يؤمنون أن الجن لها قدرة وهي التي تشفي وتحيي وتميت وترد الغائب وإلى آخره. فهو يريد أن يتصل بعالم الجن حتى يسأل ويقول اشفي لي مريضي أو رد لي حاجتي أو أو أو. فماذا كيف يصلون إلى عالم الجن؟ عن طريق وسيط من البشر، من البشر يتلبس بالجن، فيحصل التخاطب والتخاطر بين عالم الإنس وعالم الجن عن طريق هذا الوسيط. هذا الوسيط اسمه ترومبا. وهي صحيح بتصير دكتور؟ أعلمك ذحين. المهم سألنا عن أكبر وسيط هناك، سألنا وقت ما كنا نصور، فقالوا هناك امرأة اسمها الأم جاكلين، هذه أكبر وسيط تقريبا في العاصمة، عمرها حوالي 65 سنة. قلنا نبغى نروح نصور معها. رحنا طبعا، واحنا رايحين قلت للشباب اللي معي فريق التصوير، قلت تزودوا بالاذكار واقراوا وكذا، احنا داخلين على تجربه ما نعرف ماذا سيقابلنا، وجن وكذا. المهم قرانا وتحصنا وتضحك، قرانا ايه الكرسي. لا لا تخيل لو تقول لي الموقف هذا بقول لك روح لحالك، لاني رايح. قرانا ايه الكرسي وقرانا الاذكار وقلت لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مره، من قال فهو في حرز الله وحفظ الله وكلاءة الله، لا يمسه سوء ابدا باذن الله. المهم دخلت على هذه الام جاكلين. حقيقه اول ما دخلت كنت يعني زيك مشكك، هي صادقه ولا كذابه، هي مضبوط ولا نصابه ولا ما اعرف. أنا أقول لك الموقف اللي حصل وأترك تفسيره لك. أنا لا أفسره لكن أذكر لك الموقف اللي حصل. أول ما جيت أنا يعني ماني متأكد كثير، ما أعرف صادقة كذابة، هل هي فعلا تتلبس بالجن ولا هذه تمثيلية ونصب. فأول ما جيت جلست جنبها، أتينا امرأة كذا يعني وجهها فيه براءة وطفولة وكذا مع أنها كبيرة في السن. بعد قليل لما تلبس وأخذ يعني يتغشاها هذا الجن وتلبسها الجن، كان أمامها رماد حار، أخذت تأكل من هذا الرماد الحار وتشرب موية، شربت حوالي 4 أو 5 زجاجات ماء من الكبيرة بشكل غريب، يعني لفت نظرنا كلنا، شرب ماء هائل. فلما تلبست بالجن نظرت إلي ثم قالت للمترجم، قالت قول لهذا اللي معك ما هو صحيح انه انت كذا وكذا، ذكرت عني امرين خاصه فيني ما يعرفها احد في الدنيا. اوف ايه والله هذا الموقف حصل معي انا. ما هو صحيح انت كذا وكذا، ذكرت عني امرين ما احد يعرفها في الدنيا. فقلت امنت بالله وحده، اذا عرفت ان الموضوع يبدو انه جد، يبدو انه شيء ايش تفسيره ما عندي له تفسير، ولكن هذا الموقف اللي حصل. المهم تكلمت معها وكذا ومع هذا الجني، قال انت ايش تبغى فينا الان؟ قلت انا اريد ان ادعوك للاسلام. تخاطب الجن تبغى تدعوه للاسلام؟ اي 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 قلت انا ادعوك للاسلام، الاسلام جاء للانس وللجن، انا دعوت مسلمين واسلموا الحمد لله، فلما اخبرونا عنك انت لما تؤذي الناس؟ ما يجوز، والاسلام جاء يخاطبك انت ايضا يا ايها الجني، انا اتيت لادعوك للاسلام. فضحك وقال الإسلام هذا لك أنت وأمثالك، أما أنا الإسلام لم يدعوني. قلت لا، بل أتى الإسلام إليك. قال اذهب وإلا سوف أحرقك. قلت والله لا تستطيع. قال رأيت كانت تلبس زي شال كذا فيه خيوط صغيرة، قالت أنت عندي أحقر من هذا. قلت بل والله أنت المخذول بإذن الله، ورفعت صوتي أقرأ آخر سورة البقرة. فلما رفعت الصوت والله الذي لا إله إلا هو إذا هو يصرخ يقول أسكت أسكت. قلت إذا اسمع مني حتى أدعوك إلى الإسلام. فأخذت أدعوه إلى الإسلام، والإسلام هو دين التوحيد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجن. يعني أنا لما وقفت في موقف زي هذا تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ويعني واقتديت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك من المهتدين. دعوته قال خلاص أنا سمعت الكلام، هدأ وأخذ يسمع وكذا. قلت إذن وصلتك الرسالة، أقمنا عليك الحجة، عندك أسئلة؟ قال لا. خرجنا، كان معي بعض الإخوة، قالوا كيف هذه المرأة الضالة تمضي عمرها كله وهي في عبادة الجن، وهي طبعا لا يأتيها الجن ويتلبس بها إلا إذا تقربت إليه وسجدت لهم باتجاه الجنوب وعملت عبادات معينة. انتهت القصة وذهبت وخلصنا رحلتنا ورجعت للمدينة بعدها بسنة. اتصل علي
المرافق اللي كان معنا ارسل لي رسالة على الواتساب قال دكتور اتصل بي فورا. اتصلت عليه، مرحبا مسعود كيف حالك، ايش اخباركم كذا، ايش عندك؟ قال تذكر الام جاكلين اللي رحنا لها حقت عبادة الام وعبادة الجن؟ وقلت نعم اذكرها، ايش فيها؟ قال هذه يا دكتور يوم الجمعة الماضي، يومها كان جمعة، قال يوم الجمعة الماضي ونحن في المركز الإسلامي قبيل صلاة الجمعة ما ننتبه إلا هي تدخل علينا في المركز الإسلامي. قالت أنا أريد أن أسلم، أنا عرفت أن الإسلام هو الدين الحق. يقول ففرحنا وكبرنا، قالت أريد أن أسلم وأبقى معكم هنا، علموني الصلاة، علموني الصيام، علموني كيف أقرأ. يقول فبقيت معنا هذا الأسبوع بالكامل، والله يقول أول وحدة في الصلاة تقرأ الفاتحة من ورقة كتبناها لها، لسه ما قدرت تحفظها. الصيام عندنا عبادة عظيمة لها أجر عظيم. يقول فأمضت الأسبوع كله صائمة. طيب قال هذا اليوم بعد أن صلت معنا الجمعة ماتت. يا الله سبحان الله. هذا اليوم بعد أن صلت معنا الجمعة ماتت، عمرها يعني 64 سنة، أمضت كل تلك السنين وهي في عبادة الجن، ورحمها الله سبحانه وتعالى وقدر لها أن تدخل في الإسلام لمدة أسبوع تقضيه مصلية صائمة ساجدة، وبعد أسبوع تموت. طيب دكتور والذنوب اللي سوتها خلال السنوات الماضية تغفر؟ الله أكبر، تغفر. الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبضنا على الذنوب، من رحمة الله سبحانه وتعالى أننا نعصيه وأننا نخطئ في حقه ثم يمهلنا مرة ومرة ومرة ويسترنا.